لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوع ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. الصوت واضح الصوت شغال يا جماعه عند المجموعه ده ممكن بس يعني لو تسمح لي باشمهندس انا اللي بتعلم ال بتاع اللي احنا بنرفعها كل مره ومش عارف يعني كم بس تمام الماضي ده طيب احنا وصلنا المرة اللي فاتت ازاي نعمل تريس فانكشن نرجع تاني كده مع بعض. انا دلوقتي من مهام شغلي اول حاجة محتاجها فيه هي اليوزر وان انا اربط مع اليوزر ده الريسبونسابيلتي دي هتكون شايفة منه واحدة متفقين على كده يبقى كل الريسبونسابيلتي تشوف كم مني يا شباب عايز اشتغل فيها عبارات الصوت بيقطع. طيب احنا بنتكلم ان الريسبونسابيلتي اللي بياخدها اليوزر ممكن ياخد اقصى سبيل صح الكلام ده لكن شيل كل الريسبونسابيلتي ان هي بتاخد منهم حاجه. انا النهارده لو ناجي اعمل ريسبون اي يوزر ابقى عامل حسابي ان هو هيشوفني خلالها منيوم واحد. طيب دي ممكن يبقى جواها كام فانكشن عد زي عايز. طيب ممكن يبقى جواها كام صب منهم تعالى انا النهارده وانا بشتغل لما اجي احط فانكشن جديد انا بعملها هتطلع صب منيو خلاص هي المنيو بتاعت لان هي وصفه غصب عنه هياخد واحده بس. بتعمل المنيو دي عامله كده زي ايه زي الفولدر حاجه فولدر ما بحطش جواها فانكشنز على لا بحط كل فانكشن انا عايزها جوه صب منيو. ليه؟ علشان خاطر اقدر ادي الصب منيو دي اقرب لمنيو ثانيه في نفس الوقت المنيو اللي انا عايزها هتطلب ريسبونسابيلتي واحده ما ينفعش احط فيها فانكشن تشوف غصب عنه ايه عدد قليل من الفانكشن او مضطر ان كل ما اعمل فانكشن اروح احطها على ايه على ايه احنا من مشاكل فالاحلى ان احنا يا شباب لما نيجي نعمل فانكشن كده زي ما بنشوف احطها على صب منيو والصب منيو دي راح احطها بقى على المنيو اللي انا عايزها. طيب المنيو دي غصب عني هتطلب بمين ريسبونسابيلتي واحد ريسبونسابيلتي دي ممكن تتقطع اكتر من يوزر طيب يبقى اكتر من يوزر ممكن يشوفوا نفس الايه ريسبونسابيلتي مش مشاكل ريسبونسابيلتي مبقاش اكتر من يوزر انا ما عنديش مشكله. طب الفانكشن ممكن تتحط على اكتر من صح فكده اقدر احط الصبغه دي على منيو الصبغه دي على منيو دي على منيو فحوار معايا في الشغل انت لما تشوف كنت بتشتغل هتلاقي نفسك انت بتشتغل كل ما تضغط فانكشن على منيو هتلاقي في مشاكل هي اه ده انا اول ما بفتح المنيو ممكن تفتح لي فانكشن واحد يطلع فاتح لي قدام الموسم. فتاني لو مفيش تنظيم الموضوع مش مهم طب انت تبقى الدنيا محتاج تعمل ايه؟ محتاج اعمل حاجه بسيطه جدا كل لما اجي اعمل فانكشن زي ما هنشوف كده مع بعض دلوقتي زي ما المره اللي فاتت لو انا عندي دوز من سبيلتي ممكن اخش عليه عشان اشغل شغل كده كده دلوقتي لو الابلكيشن ديفلوبر تمام ممكن ادخل على سيستم ادمنستريتور مش ادمنستريشن هيجيب لي عندك كم واحد فيها سيستم او مين سيستم ادمنستريشن دي هي استخدامات ما لهاش دعوه بيها دلوقتي سيستم ادمنستريتور ممكن اعمل منها نفس الشغل بتاع الديفلوبمنت وزياده شويه سليم زي ما اتفقنا ممكن اكريت يوزر يوزر مثلا في السيستم احنا عارفين وعادي اغير لي الباسورد زي ما عملنا المره اللي فاتت احط لي ريسبونسبيلتي الريسبونسبيلتي دي مربوطه بالابلكيشن الكلام ده مش موجود في ابلكيشن ديفيلوبر ريسبونسبيلتي في ابلكيشن ديفيلوبر ما فيهاش شغل اليوزر ده فبضطر ان انا اعمله فين في السيل ادمنستريتور
سوري الأبطأ. طب الشركة مش شغالة كويس ولا ما كانش مالي كويس؟ شغال مين ولا عارف مين بس أقدر أتصرف؟ طيب كده في اختلاف الصوت كده احسن زي ما هو بس كده اخباره ايه؟ صوت اوضح؟ طيب خير. صوت بعيد كده. صوت كده كويس. كده مسموع. طيب كده الصوت كده أعلى ولا زي ما هو؟ كده أحسن؟ طيب خير تمام. طيب انا كده معايا السيستم السيستم اللي هو ايه اليوزر اللي انا عايز اعمل السيستم بتاعه على الابلكيشن. رحت عامل سيرش وانت اف 11 عشان اعمل كويري او ادور على اليوزر. رحت كاتب اسمه كنترول اف 11 لقيت اليوزر. لا مايك خارجي. جرب استخدم مايك. كنت الاول بستخدم مايك الجهاز لو هو احسن نرجع له. انا بقربه من وقت بتكلم وبعد كده بسيبه لما اشتغل على الكيبورد بايديا الاثنين هو بتاع الهاند بتاع الهيدفون يعني. اجرب طيب على الجهاز. طيب نرجع بتاع الجهاز كده. كده الصوت اخباره ايه؟ طيب معالي صوتي هو اخر حاجه. كده الصوت كويس؟ نعم. كده الصوت بشوف الاعداد. احنا كده لما عملنا سير شباب قلنا الانتر جورنال دي هي دي اليوزر فانكشن نيم. دي اليوزر فانكشن نيم ده الاسم اللي بتلاقيه عندك مثلا لو يعني مجرب نروح تاني للريسبونسابيلتي اللي هي كان اسمها ايه؟ جنرال يوزر. تمام اذا كويس اللي كانت معانا. طيب ادي نورمال ادي انتر هي دي انتر ايه؟ نورمال بتاعتي. دي شوية معلومات عن الشاشة معمولة بإيه؟ حلوة بالصوت أو طيب بقى معلومات كتيرة اللي عايز يعمل صوت يعمل صوت يبدأ يسمع كمان. وانا اهو ممكن اوصل من هنا لاسم الفورم اللي معمولة عليها موقعها فين موجودة فين موجودة على الجهاز بتاعي السيرفر في فولدر اسمه جي ال. نعرف يعني ايه توب كده شوية يعني التوب بتاع الجي ال موجودة فين موجودة في فورم يو اس اسمها كده اهو. والبلاد بتاعها يا شباب يعني ايه اكس ام اكس يعني اكس ام اكس حد موجود هنا يعني اعرف يعني ايه اكس ام اكس. يا شباب في حد بيقول لي يعني ايه اف ام اكس؟
ايوه الفورمه عندي لما باجي بعمل لها سيف خلاص او اعمل لها كومبايل، الامتداد بتاع الاف ام اكس ده بتاع اني السورس كود او السورس اللي هو بنسميه الباينري فايل بتاع الفورم، ولا ده الاكسكيوتابل فايل بتاع الفورم؟ مين فيهم اللي المفروض بحطه على السيرفر، الاف ام بي ولا الاف ام اكس؟ ها شباب عايزين نشد حيلنا شويه، احنا لسه في دي 1 كده، ولا يعني لسه بنقول يا هادي يعني، ولا في دي 2 يعني؟ مش طيب الاف ام بي هو ده الاكسكيوتابل ولا الاف ام اكس؟ طيب الاف ام اكس ممتاز، هو الاكسكيوتابل. طيب حضرتك بتحط ايه على السيرفر؟ تحط مين فيهم؟ يا شباب بنحط مين فيهم على السيرفر؟ ها ممتاز، بنحط ال اف ام بي. احنا عندنا هنا في الشغل بتاعنا هنحط ال اف ام بي على السيرفر في الكورس على الفورم، ان شاء الله هنشتغلها عملي طبعا معاهم، ونعمل كود كده سكريبت لايك كود سطرين، بنقول له لو سمحت خد ال اف ام بي دوت اعمل عليه اف ام، اعمل عليه اكسكيوتابل. طب الاكسكيوتابل ده هيترمي في حته؟ لا يا استاذي، الفورم دي خاصه بايه؟ بتمان الشغل ايه يا شباب؟ بتمان شغل انفويس اسمها ايه؟ انتر جورنال. واحد هيخش يكتب ايه؟ قيد يوميه فاينانشال. طيب الفاينانشال ده يا سيدي ليه كذا موديولز جواه، وكل موديول ويعني اوراكل عامله شغل كويس بصراحه، عاملين لكل موديول فولدر عن الابلكيشن ممتاز، اي ار واي بي وفيكسد اسيت وحاجات كتيره. من اشهر الحاجات واللي هو الكور بتاع كل شغلنا اللي احنا اتفقنا عليه هو الجي ال. الجي ال ده هو الابلكيشن كلها شغلها كله جي ال، مجال الجي ال او يعني هو رقم واحد التوب بتاعنا بالنسبه للابلكيشن، اهم موديول واهم حاجه في الاي بيزنس كله هو الجي ال. الجي ال ده هو خلاص ضمن الفورم بتاعه، وانا عايزها تتشاف عند المنيوهات بتاعته وعلى الفانكشنز بتاعته وعلى الريسبونسابيلتي بتاعته واليوزر بتوعه، يبقى لازم اروح احطهم فين؟ في جي ال فولدر. فين اسمه؟ اهو جي ال فولدر، يعني جوه يا جماعه على الابلكيشن كفك يعني فايلات بجد. خلاص مش هنلاقي جوه بقى في فولدر اسمه اتش ار ام اس، ده جواه بقى البيرول وجواه مش عارف شغل الاتش ار، لا هتلاقي الدنيا كده ايه عايمه على بعض، يعني فولدرات مش مقسمينهم بالطريقه دي، يعني مش فولدر جوه فولدر، لا هو في فولدر اسمه جي ال، ده فيه كل ما يتعلق بالجي ال من فورم بقى وريبورتات وحاجات كتير جافا فايلز كل حاجه. في فولدر اسمه اي ار خاص بشغل الاي ار زي ما انتم بتتكلموا، زي ما اتكلم في فولدر اسمه اي بي خاص بالاكونت بيبل وهكذا، اتش ار خاص بالاتش ار، فيبقى جوه فولدر اسمه بي بيرسون. طب يا شباب نكمل، خلاص انا كده عرفت ايه اسم الفانكشن بطريقتين، ادي الطريقه دي لو متاحه بخش على هيلب وبقول له يا سيدي ما تجيب لي اسم الفورم منين من الاول، انت تعبنا معاك وعمال تشتريت تفتح في فايلات وتدور على فانكشن هنا موجوده فين، طب ما هو هو الراجل مريحك اهو، انت تعب نفسك ليه؟ لا انت موجود ما تتعبش نفسك وتروح تشتريت وراه، البيزنس موجوده هيبقى عندك نفس حل كده. طيب استنى نحل يعني الكلام وعندنا نفس مكان الفانكشن فين. طيب هي الفانكشن دي اصلا ايه؟ من الاخر كده لو في حد فانكشن اللي يشرح لكم زي مثلا حد يكون اصله فاينانشال او اصله سبلاي او اتش ار مش هتقول معانا الحته دي، احنا عايزين نقول للناس الديفلوبر هي عباره عن فورم معموله اف ام بي، هي دي الفانكشن اللي انت شايفها، يا اما صفحه ويب يا جافا. الفانكشن دي حاجه من الاثنين، نريح كده ونجيب الملخص بتاع الموضوع كله، عندنا حاجه من الاثنين، يا اما هتكون فورم بيلدر فايل يا اما هتكون ويب جافا فايل. طبعا يعني لو يعني في حاجات ثانيه انا ما اعرفهاش، قلت لها الحاجات اللي احنا هنشتغل معاها دكتور طلعوا عايزين نتعرف. طيب انا رجعت اهو جديد بدور على الفانكشن بتاعتي، معايا اسمها بدور ايه ليها، طبعا هو ظهر لي اثنين فانا عرفت اسمها برضو ايه، ودي نكتتين منها. شوف الفورم
هي معموله بفورم، معموله بفورم في يعني اكيد اكيد. تعالى نشوف كده البروجكت بتاعتها، قال لي الستايل بتاعها ايه فورم. ايه ده، هو انت لسه بتقول الفورم كان ليها انواع وهو نوعين اللي اشتغل عليهم فورم، هو في انواع ثانيه؟ بص كده حضرتك كتيره انا ما اعرفهاش، كنت ممكن في يوم احتاج اعرف حاجه حضرتك، لكن كل انا بشتغل ايه في ان دي فورم من كتيره او جي اس بي، يعني ده معظم شغلنا طبعا. او حد هيشوف حاجه معينه هيشتغل على بوست معين ممكن يحتاج نوع من دول يشد عليه ويقرا عنه. الموضوع ايه واسع وكبير، بس احنا بنحل الحاجات المطلوبه في الشغل وفي الحياه العمليه. طيب انا عرفت ان هي نوع ايه فورم، يعني ايه دي تبعنا. فورم بندر فين سيدي؟ اهي فورم بندر معمول على الابلكيشن اسمه ايه؟ اسمه جنرال ليدجر. انا بعد كده يا شباب لما اجي اعمل فورم هنمشي على الست دي وهنروح على الاماكن دي. هنيجي هنا في الفورم ونقول مكانها فين، تمام، وهنشوف الكلام ايه. طيب انا كده عايز اعمل فانكشن جديده. الفانكشن دي هي عباره عن فورم انا حطيت سيرفر ومعايا كل اللي هعمله، هديها ايه اسم خلاص دور عليه يعمل ايه الجواب اللي موجود عندي على السيرفر. ممكن تفرم دي اكس اكس ده يا شباب كده انا ايه دي ممكن تبقى اي حاجه كده اللي انت عاملها بتسميها في الاول اكس. ليه بتسميها في الاول اكس اكس؟ عشان كده بتحط في مشكتك، مشكتك مثلا اسمها سي اي دي، كتبت اكس اكس سي اي دي. ليه ما كتبتش سي اي على طول؟ عشان اميز الفانكشن بتاعتي دي اسمها، وبعدين اروح كاتب ايه ده اسم المكان اللي انا بشتغل فيه واسمها بقى اف ان دي مثلا مش عارف ايه ولا دي ال اي اسم انا عايز الفانكشن كان تمليه عادي. لا هو كان قايل لك لو هتحط اول اتعب نفسك شويه وحط الاكس خلاص، عشان انا عمري ما هعمل موديول تمليه اكس اكس وانا مالي ومالك يعني. انا بقول ايه بقى، انت المهم الايام هيحصل معاك مشكله وهتتصل بالجماعه بتاع اوراكل او هتفتح حاجه اسمها اس ار وتقول لهم اشرح لي مشكله. طب عاملين حاجه وحش، الباتش ده بيخش يعمل ريبليس لفايلز معينه. الفايلز دي بيقولوا لو سمحت كان باي فايل او اكس اكس. اي فايل مش اول اكس اكس ده فايل بتاعنا. يعني لو اسمه سي اي دي على طول يفتكروه فايل تبعهم. طب ما عندهمش موديول اسمه سي اي دي، ممكن يعملوا موديول بكره اسمه سي اي دي، هم احرار. فاحنا ثاني المفاهيم نبدا اي حاجه هنعملها تكتر نعملها مش ستاندرد في الفورم نحط عليها. اوكي انا معايا ايه؟ فورم خلاص اخترته واختاره دي اسميها اسم، ورحت عملت لها الفانكشن اسمها اي اس اسمها سكريبتشن، ورحت مبين خلاص، رحت واخد الاسم دوت ورحت رايح على اي منيو عندي عرفت بقى ده اسم الفانكشن بتاعته، رحت رايح على المنيو الاحياني او السب منيو، فين السب منيو؟ السب منيو دكتور لو سمحت خد دي في الايه؟ الفانكشن الجديده عندنا عايزين نجرب. انا بقول له صح خالص كده ونقول له ايه؟ رقمها كام؟ نديها 20 مثلا. يعني الترتيب الفانكشن تفيد ايه؟ مساحه كده ما بين ايه؟ الارقام بتاعتها والارقام بتاعتها. تروح جاي هنا وتقول له ادي الفانكشن اللي هو مثلا موجود جوه الموجودة. لو مش موجودة هتلاقي يطلع لك هنا ايه النب انك تدور عليه، لكن هي لو موجودة هتلاقي الموضوع يعني في حاجة تانية أعملها؟ لا كل اللي عليك هتروح تدور على الفانكشن دي ظهرت في الريسبونسابيلتي بتاعت اللي بيقول لك هو انا في رفعته. الموضوع يا جماعة بياخد وقت يعني، المفروض لو على سيرفر بتاعه ضعيف الموضوع ده يعتذر بعد فتره يعني، الصوت بيقطع كتير ومش واضح. عارف النهارده في مشكله في الانترنت، متهيألي الانترنت ده مش شغال كويس، يبقى العيب بس في عندي. طيب اوكي هنشوف دلوقتي. احنا عملنا يا جماعه فانكشن جديده سميناها اي اسم كده، جبناها من فانكشن موجوده سميناها اي اسم، رحنا ايه؟ عملنا سب منيو بتاعه الجورنال اللي هي موجوده فين؟
موجودة على اليو بتاعة الجي ال سوبر يوزر، اللي هي موجودة فين؟ على الريسبونسابيلتي بتاعة الجي ال. ده لما تروح تفتح الجي ال هتلاقي ايه الكلام ده كله. طب نروح على الجي ال فعلا، طب الكلام ده ولا لا؟ نعمل الت اوتو دبليو ونقول له جنرال نيجوال ريزن اوبريشن. طيب جورنالز دي حاجة ظهرت جديدة، هي ممكن تكون دي معناها اخر واحدة يعني. احنا عندنا كلام تاني بس، واحنا بنعمل فورم بايدينا يعني، احنا هنعمل بايدينا الكورس بتاعنا من كده، نعمل فورم بايدينا. هنا اليوم الاول في كورس الفورم هنكري الفورم بايدينا ونروح نعرفها ونعرف لها فانكشن. الموضوع سهل يعني، ما فيش اي مشاكل. تمام، يعني ممكن نشوف مشكله بس هي دي الطريقه نعرف فانكشن جديده على منيو. طب منيو موجوده عندنا بالفعل. طيب في نقطه بعد كده عايزين نتكلم عنها، يعني ايه فليكسبل؟ طيب الفليكسبل عندنا موضوع برضه سهل وما فيهوش مشاكل. موضوع اوراكل عملاق عن تقلل الشغل الفتن. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي فتحت اي شاشه ادي الفليكس فيلد مكانه جوه الابلكيشن ديفلوبر، بنلاقي اتقسم عندنا لحاجتين، في وديسكريبتيف. طبعا ده حاجه وده حاجه تانيه، بس الاثنين بيشتركوا في نفس الاسم او في نفس الفكره. يعني حضرتك دلوقتي جيت في يوم عايز تعمل سيت اب شركه، تعمل لهم مثلا سيت اب للصال او للفاينانشال او للاتش ار. اول خطوات السطر لو انت حد فانكشن مش تكنيكال، يقول لك لازم تسط كيز معين. يعني مثلا كي اسمه اللي حط فيه كل البول انت بتتعامل معاها، كي تاني اسمه مثلا لو انت في مثلا بتعمل حاجه اسمها في الاتش ار اس اي تي اللي هي سبيشال انفورميشن. سبيشال انفورميشن تايب ده برضو كي للفيل، بتحط فيه شويه معلومات عن الموظف. المعلومات دي مش موجوده في الجدول بتاع اوراكل او في الفورم سوري في الشركه بتاعتك، فانت عايز تزود معلومات. يعني انا دلوقتي النهارده معايا 5 صفحات، تمام، علي وشهاب ورامي ومحمد ومعاذ ونوب، الخمس او الست موظفين دول عندي. ففي موظف فيهم جاله داتا جاي غريبه مش موجوده في الايه في الشاشه، اي مثلا عايز يطلع رقم السفر فعايزين نحط رقم جواز السفر، ده مش موجود. عايز مثلا يحط رقم رخصه العربيه، طب الكلام ده موجود في شاشه اوراكل الاصليه؟ لا مش موجود. الكلام ده بنضيفه ازاي؟ عندنا في حاجه اسمها اس اي تي، خلاص سبيشال انفورميشن دي بتتعرض بالفلكسبيليتي زي كده. مثلا هروح على الاتش ار، لو انا دخلت على الشاشه اللي بعرف فيها موظف زي ده بتاع اليوزر بالظبط، يعني الفروقات بس ايه شويه داتا خاصه بالموظف، ولقيت في حاجه خلاص مش موجوده في الشاشه. يعني عايز اضيف له معلومه، نفترض مثلا ايه عايزين نكتب اسم الزوجه ونفترض ان هيش موجوده في الشاشه، فعندي طريقة واحدة اقدر اضيف بيها معلومة بسيطة زي كده. هل في حاجة اسمها فليكس فيلد بس ديسكريبتيف او ديسكريبتيف فليكس فيلد؟ نتكلم كده بالراحة تاني في النقطة دي. لكن عندنا في حاجة اسمها فليكس فيلد بتنقسم حاجة قوية جدا اسمها كي، وده في الغالب بيشتغلها ناس الفانكشن الناس التكنيكال، وهي طبيعي يشتغلها فانكشن لان هي كي. انت بتدخل تكتب رقم حساب البنك، المكان مش عارف في ليميت في التحويلات بينك وما بينه، في مش عارف ايه، بتعمل شويه ايه اكشنز معينه او كونفجريشن معينه خاصه بالبنك ده بالظبط خالص. فده الكي، دي فكره الكي.
تيجي مثلا في السبلاي تشين مثلا بتعرف حاجه اسمها ماستر ايتم، خلاص تعرف ايتمز بتاعتك، فما تيجي تعملها كي معين في حاجه معينه مثلا إيه، تعريف ايتم يعني الايتم مثلا هيبقى بتكتب مثلا رقم 00 واحد واحد مش عارف ايه، لا الديسكريبتيف فليكس فيلد ده بقى بيانات اضافيه زي اللي هنشوفها دلوقتي برضه. فعايز مثلا الايتم دي تتكون من جزء منها، يعني لو اولها اف ايه تبقى الايتم دي فيكسد اسيت، طب لو اولها مثلا مش عارف ايه تبقى دي متفرقات مش عارف، طب لو اولها كذا تبقى فرنتشر، يعني اف مش عارف يو تبقى فرنتشر. اه طب ما الفرنتشر تبع الفيكسد اسيت مثلا، كل شركه بقى عايزه تعمل كده الكود بتاع الايتم يبقى معمول بشكل معين فبتعمل له مثلا كي. في طبعا حاجات اعلى من كده كتير بنعرفها طبعا، الناس بتوع الفاينانشال اللي يبقى عارفينها، جهات معينه لازم اول ما يروح يعمل سيت اب لاي مشروع لازم يعرف له في 1 2 3 4 5 عشان يقدر يشتغل، عشان يشتغل بيرول لازم يعرف بنك، لازم يعرف حاجات معينه. دي فكره الحاجه قويه جدا ومن غيرها الابلكيشن ما تنفعش، يعني حاجه ايه إيه. طب الديسكريبتيف بقى حاجه غلبانه كده شويه بس مفيده ازاي؟ قال بص يا سيدي، اوراكل عملت جدول في بيانات الموظفين، تيبل داتابيس تيبل اسمه ومش عارف وظيفته والبوزيشن بتاعه ايه والجوب طبعا وظيفته ايه والبي بتاعه ايه والمدير اسمه ايه وتعين يوم كذا وترقى يوم كذا وكل بيانات حضرتك جبت بيان جديد، يعني مثلا نفترض في دوله من الدول عندهم بيسمحوا باكثر من وجهه تتسجل على الابلكيشن، بيسجلوا الزوجه فعايزين يسجلوا اكثر من زوجه. طيب الزوجه الثانيه دي هيسجلوها فين؟ هو اوراكل ما عندهاش الكلام ده في امريكا فما عملوش في السيت اب بتاعهم حاجه كده، بس سابوا لك امكانيه ان انت تخش ايه تضيف داتا جديده على اللي موجوده. تمام طب ازاي اعمل الكلام؟ قال لك انت دلوقتي في شاشه الموظف بتعرف بياناته، فتلاقي في الشاشه اللي فيها فليكس فيلد بتلاقي شايف الشكل ده يا شباب، ده كده يعني ان انا عندي فليكس فيلد اللي هو دي اف اس، طالما لقيت الشاشه في الشاشه بتاعتي في اي مكان اعرف ان انا عندي ايه ان انا اعرف حاجه زياده. لو دوست هنا يقول لي تعالى يا سيدي انت عايز تضيف ايه؟ فهقول له مش عارف، عايز اقول ان هو امبلوي، قال لي تعالى بص بقى قلت لك حاجات كتيره تكتب. طب الكلام ده كويس، دي سيت اب اه دي سيت اب، طب انا عايز اعرف اسم الفليكسيشن اللي هنا، اللي هو اسمه ايه؟ اديشنال بيرسونال ديتيل، هو ده اسمه؟ تعالوا ندور فين الاسم اهو، تعالى شوف الشركه دي عليه ديتيلز ولا لا؟ شفت كده هيلب عايزين بقى نحفظ الايه الحته دي، ما ننتهي من اهم الحاجات اللي احنا بنستعملها هيلب دايجنوستيك اكزامين. ايه اللي هيحصل؟ فتحت كده قال لي سمحت هو انت مين؟ هو انت اي يوزر في الشركه؟ انت اي يوزر في الشركه ممكن نشوفها ممكن احفيها بس يعني نفترض ان هي موجوده، بس مش اي يوزر هيخش عليها. قال لي مين اليوزر ينفع يخش عليها؟ لما يكون الاكسبكتيبلتي بتاعته عاليه زي مين؟ زي اب انا اب الاكسبكتيبلتي بتاعتي قال لي كده انا عرفتك اهلا وسهلا، انت بتدور على ايه؟ بقول له انا بدور على بلوك خاص بالفليكس فيلد ديسكريبتيف فليكس فيلد. قال لي اه ده اسمها موجود اهو، طب دوس عليه كده. طيب البلوك ده هل عندك كذا فيلد؟ قال لي اه انا عندي اكتر من حاجه، انت بتدور على مين؟ متهيألي اللي انا بدور عليه هو حاجات خاصه بالبيرسون، خاصه بالاساينمنت، ده اختصار للاساينمنت ده اختصار للبيرسون. طب ما نجرب اوكي، طلع اسمه يا شباب اديشنال بيرسونال ديتيل. طب ناخد الاسم ده كده وناخد الاسم ده كده واحده واحده عشان نشوف ممكن نكتب عشان ننشر. احنا دلوقتي بنتكلم مع مين؟ في اس اس بص اوكي اسمه ايه؟ قال لك ده الاسم بتاعه اللي هو الايه اسم الظريف اللي الناس بتعرفه اللي هو الفاليو، يعني موجود على ايه؟ على هيومن ريسورسز، قلنا هو على اسم الابلكيشن اللي عليها ده. ماشي يا شباب، يبقى انا دلوقتي معايا تاني، انا دلوقتي عايز اشوف الشاشه دي عليها فليكس فيلد ولا لا؟ نبدا مع بعض. اول حاجه هعملها فين؟ هدور في الشاشه، هل في الشكل ده؟
اه الشكل ده موجود. طب ما تيجي نقف هنا كده، انت اسمك ايه يا عم الفليكسي؟ قال لي انا اسمي اديشنال بيرسونال ديتيلز، مش عارف اخد اسمك طبي فخليك على جنب، بس خليك فاكر الاسم. شباب عشان اعمل ايه بعد كده عشان اعرف فعلا فين مكانه، واروح اعرفه ازاي، ازود حاجه ازاي، او احذف منه حاجه ازاي، او اعدل فيه حاجه ازاي، اخش على ايه؟ يا شباب فين؟ نخش على قائمة ايه؟ على هلب. اوكي ومن هلب على ايه؟ ها دايجنوستيك. من دايجنوستيك على ايه؟ اكزامن. عايز الباص ده يبقى نعرفه زي عينينا. هلب دايجنوستيك اكزامن. لو انا واقف يا جماعه جوه لاست نيم كده، يعني انا واقف هنا مثلا لاست نيم، رحت دايس على هيك دايجنوستيك اكزامن، قال لي انت واقف فين؟ اه هيطلب مني الابس باسورد، ممتاز لازم اكتبها له. يا اما لو انت بقى حد شاطر هتخش كده تلغي القصه دي وتخليها مفتوحه لكل الناس، مش هيحتاج الباسورد يعني. هنبقى نشوفها بعدين، بس الوقت انتوا عارفين انا اتاخرت عليكم النهارده، فعايزين نلحق في الربع ساعه دي نحكي كده عن الفليكس فيلد. بكره باذن الله، باذن الله يعني لازم ان شاء الله ربنا يكرمنا ونخلص بقى الريكوست والفاليو سيت والبروفايل اوبشن والادمنستريشن كده الدردشه دي، خلاص نخلصها بكره ان شاء الله، يبقى كده قفلنا دي تو لانه طول معانا شويتين يعني. خلاص يا شباب انا دلوقتي واقف فين؟ هلاقي الابلكيشن بتقول لي انت واقف فين؟ طبعا الناس بقى بتتكلم عارفين يعني ايه بلوك، وعارفين يعني ايه سيل. انت واقف جوه بلوك اسمه ايه؟ بيرسون. يعني انا لو فتحت الفورمه دي، مش دي فورمه بندر، لو فتحتها هلاقي البلوك اسمه بيرسون، اه هلاقي اسمه بيرسون، وهتلاقي الفيلد ده اسمه فيرست نيم، اه هتلاقي اسمه فيرست نيم، انت واقف في الفيرست نيم مفيش مشاكل. طب الفاليو، هو مفيش فاليو حضرتك، حضرتك دلوقتي واقف على شاشه فاضيه. طب تعالوا نعمل سيرش كده. بدور على اي حد موجود عندي. هنشوف كده اكزامن مهمه جدا جدا جدا. اكزامن دي يعني هي روحك في الابلكيشن كديفلوبر، هي دي السكه اللي قلت سايبها لك انت، لان من غيرها مش هتعرف تعمل اي حاجه. الدنيا مقفله. طيب انا جبت بيانات الموظف ده اهو. رحت داخل وانا واقف هنا، رحت واقف على ايه برضو؟ خلينا مثلا في التايتل، رحت واقف على هيلب دايجنوستيك اكزامن. قال لي انت واقف على البلوك اسمه بيرسون، في فيلد اسمه دي تايتل، ومكتوب جواه فاليو اسمها ايه؟ ام ار اس. طبعا اقدر اعدل الفاليو واسيب واعمل سيرش من هنا وكويري من هنا، حاجات كده هنعرفها شويه بشويه مع الشغل، بس دي الطريقه اللي ممكن اوصل منها ايه للداتا اللي هي بنسميها ايه؟ الميتا داتا، او الداتا اللي هي الاصليه بتاعت الشاشه. طيب انا هروح على البلوك الخاص بمين؟ بالفليكس الديسكريبتيف بقى. طبعا في حاجات تانية مهمة جدا، السيستم مهم جدا، الجبل مهم جدا، الحاجات يعني اللي ايه هنتعرف عليها شوية بشوية. طيب انا بقول الانفايرمنت طبعا والبروفايلز، حاجات مهمة قوي. طيب ديسكريبتيف، اقول لك الحتة دي الاجزاء دي هتبقى روحة اللي تتنفس منها جوه الابلكيشن، ما تقدرش تعمل. طيب انا عرفت النهارده ان في اتنين اللي في الديسكريبتيف، ممكن الاقي اكتر؟ اه ممكن الاقي اكتر عادي جدا. طيب انا عايز اخش على بتاعت البيرسون دي، اوكي. طب هي اسمها بيرسون دي، يا ترى هو ده الاسم اللي بيظهر لي وانت اللي بيظهر لي ده ولا ده؟ تعالوا نجرب تاني نفتح بقى ونشوف. نضغط هنا اللي بيحصل اديشنال بوكينج ديتيل، اديشنال بوكينج ديتيل. ايه ده؟ يعني انا كده وصلت للايه؟ فليكس فيلد صح يا شباب، انا كده وصلت للفليكس فيلد الصح. طب انا لو كنت دخلت على الثاني، الثاني هلاقي اسمه مختلف، يعني انا هبقى ايه نبيه شويه. يعني بص كده ايه ده، في اثنين. طب ما تيجي نشوف ده كده، انا لا اعرف اسايمنت ولا اعرف بيرسون، انا واحد لسه ابيض، انا يا جماعه ديفيلوبر ما اعرفش حاجه في الابلكيشن فلسه بتعلم. طب اسايمنت لقيته اسمه اديشنال اسايمنت ديتيل، ايه ده؟ طب ده ايه فين؟ يعني تعالى كده بص على اسايمنت دي. اسمها اسايمنت دي الحاجه الوحيده اللي لها علاقه بالاسايمنت، ايه الدست هنا؟
لقيت ايه؟ اديشنال اسايمنت ديتيل. ايه ده؟ يعني كده انا عندي كام فليكس فيلد ديسكريبتيف على الشاشه بتاعت بيبول وملحقاتها، يعني ده من ملحقاتها وده من ملحقاتها وده من ملحقاتها. واخدين بالكم؟ لقيت عندي اثنين، خلاص هما الاثنين اللي عندي، ممكن اروح شاشه اجمع عليها 10 عادي يعني. احنا بنتكلم على الشاشات اللي احنا كديفلوبمنت بنشتغل عليها كتير، هي دي من اكتر الشاشات اللي انت لو هتشتغل ديفلوبر سيستم اتش ار هتبقى طبعا ترجع لشاشه البيبول وتخش منها على الاساينمنت كتير جدا. السبيشال انفو بقى اللي احنا كنا بنتكلم عنه ده كي، دي كي هات بقى برضه ليها سيت اب وليها قصه تانية. ماشي، كلام جميل وسهل، انا شايفه سهل ان شاء الله عليكم. ماشي، يبقى نروح لشاشة الدي او عليها الاثنين. تمام، شاشة الدي او برضه فيها فليكس فيلد طبعا، متهيألي في الريكوزيشن برضه فيها فليكس فيلد. فاحنا دلوقتي خلاص عرفنا اسم الفليكس فيلد يا شباب، عايزين نوصل له بقى. انت فين قربيك؟ انا اتاكدت ان انت بتظهر لي وانت اللي انا عايز اعدلك، بس واخد اسمه كده، تعالى هات الاسم ده هتعرف فليكس فيه ولا لا. احنا اتفقنا احنا دلوقتي مع فليكس فيلد ديسكريبتيف ولا كي؟ ها انا عندي اثنين اهو، قال لي في ديسكريبتيف وكي. انت بتتكلم مع مين؟ مع ديسكريبتيف، ممتاز. طيب انا هدور عليه ايه دي ريجستر، هدور عليه هنا. تعالى ندور على ابلكيشن اسمها ايه، هيومن. طيب انت عارف اسمه، هو في الغالب بيستفيد يا شباب، مش هنستفيد منها كتير، تعالى نبص على السيجمنت على طول. طيب السيجمنت هنا بلاش تعملوا فيها سيرش بايه، بافتح بوست، تعالى نفتح ايه الفايل دي. طيب انا معايا الشيء، انا معايا بتكلم مع مين؟ مع هيومن ريسورس. طيب كتبت هيومن، قال لك يا سيدي عندك كام فليكس فيلد على سكريبتيف بس. ها بتكلم بس مع مين؟ مع السكريبت اهو، قال لي انت عندك عدد مهول من ايه؟ من الفليكس فيلد. هي اوراكل عامله معانا الواجب ده ليه يا شباب؟ يعني الناس عن هيومن ريسورس، ايه ده؟ ده عندهم ولا 100 سكريبتيف، ده اكتر من 100، كتير قوي. ليه؟ عشان ما فيش معلومه تبقى عايز تحطها على الابلكيشن تفكر تعمل لها شاشه قبل ما تبص هي ليها ديسكريبتيف ممكن احطه عليها ولا لا. تاني انا ما اجيش ابص على واحد يجي يقول لي مثلا طلب لو سمحت احنا عايزين نعمل نضيف لليوزر دوا او للامبلوي دوا معلومات مش موجوده على الشاشه، احنا كناس فانكشن شايفينها مش ما مش مش موجوده على الشاشه. تروح حضرتك تقول لهم ايه ده، تعالوا نعمل فورم بقى جديده. يلا بقى سيبكم الفورم بتاع بيبل دي، تعالوا نعمل فورم جديده وانا هشوف لكم فين التيبل اللي بيرمي فيه الداتا بتاعت الايه امبلوي، ونروح عاملين شاشه جديده ونعمل نسوي تقعد فيها سنه. طبعا كمان دلوقتي بقى يعني معظم الاماكن بقى بتطلب شغل ويب كتير بقى هو اس بقى. طيب انا هنا هتوه كده يا سيدي، لا انا معايا اسم الايه التايتل بتاع مين يا شباب؟ معايا التايتل بتاع ايه اهو كوبي، تعال ندور عليه. ها اهو سابهولي، قال لي بص يا سيدي هو عليه حاجات كتيره قوي بس احنا مفعلين منه حاجات معينه. حضرتك لما جيت فتحت قال لك في ام شغاله واي بي ال اديشنال ابليكيشن ديتيل شغاله وفي جلوبال داتا اللي شغاله. طب انت مش عايز دي، تيجي نقفلها، مش عايز دي ممكن نشيلها، وده ممكن نشيلها، وانا مش عارف اشيل ليه. اللي مخليني اجي اعمل كده بيقول لي لا محمي. ايه ده يا جماعه؟ ده انا ابس، ما تعملوش معايا كده. ها اعمل ايه دلوقتي علشان اقدر اعدل حاجه هنا؟ لازم اشيل الاول الله ينور الفريز، راح اشيله كده. خد بالك طالما شلت الفريز اعرف ان الدنيا عندك باظت. هنكستند يا شباب، ايه رايكم نكستند قد ايه؟ ناخد 10 دقائق كده سرقه. اوكي طيب معلومه، طالما عملت ان فريز اعرف ايه اللي هيحصل، ان الدنيا هتبوظ، الفليكس فيلد ده بقى بايظ دلوقتي. لما تروح تفتح الشاشه خلاص مش هيشتغل معاك، انا حسابك على كده. اوكي
تيجي نجرب ايه قبل اتعدل دلوقتي اعمل اللي انت عايزه. لا لا مش هنقدر عليه. ماشي طيب نسيف ده ونشيل ده ونسيف. تعال نروح نستعبط ونفتح الايه الابلكيشن. ممكن تلاقي ده تمام ولا لا؟ قال لي ايه؟ نوت از فاوند فور ليست اوف فاليو. انت ما عندكش اي حاجه خالص، ازاي ده؟ انت بوظته خلاص. لازم الاول نروح نعمل ايه يا شباب؟ نرجع تاني ونعدل فيه ونقول له بعد ما نخلص التعديل اللي احنا عايزينها ايه؟ عشان خاطر يرضى يشتغل. ودي واف ار بي يو اف او افتح لي الايه؟ سيرش ده اروح كاتب له هيومن. بعد كده بدور على ايه؟ اوبشنال. اضرب كل واحد منها قبل ليه؟ عملت يا جماعه ديسيبل بقى ايه؟ خلاص ماشي بقى اي حد جوه هتظهر ولا اي داتا الدنيا برضه ايه يعني عملت له اه فريز وكومبايل دلوقتي. طيب خلاص طبعا جوه كده كومبايل تمام كده هي شغال يعني كليك فيلد شغال يعني المفروض ما يدينيش ايرور. بس ايه اللي حصل؟ مفيش عليه اي نسبه يعني دي يا جماعه دي معلومات معلومات دي معلومات عن الموظف دي معلومات عن الموظف بس مفيش حاجه فيهم دلوقتي متفعله معمول لها انيبل. طب انا اروح اعمل ايه؟ هتلاقيها بايظه. ما عندوش حاجه. انت اصلا فضيت اللوج عنده اللي كان بيطلع لك فيها اختيارات. تعالوا نرجع تاني نشغلها. المرة دي لما طلعت زي اسمها ادمنستريتور ابلكيشن ميكس فيلد سكريبت هي هي برضه سيجمنت على طول ام بي او اس ام بي او اس اللي هو جوجل تمام. طيب نيجي نشغل مين؟ نشغل الامبلوينا. اديشنال امبلوين ديتيل يلا شغل هنا انا لسه ما عرفتش على سيجمنت ولا اي حاجه انا بس بجرب فيها واشتغل واشوف ايه اللي حصل. بشتغل اروح بقى على مين حاجه قال لي اه اهو اهلا وسهلا بيك كده شباب. دي السيجمنت اللي موجوده على الاكسبيرينس ايه معنى اي حاجه يونيون مش عارف ايه سيرفيس ايه مش اي حاجه مش عارف كانتري اوف اوريجن بلد المنشا ماشي ودي مربوطه على اسامي البيت كلها. ايه ده يعني الكلام ده كله لفظ على مش عارف على فلسطين ده على ايه؟ لا في إيه حاجه هنشوفها بعد كده هنعرفها يعني ان شاء الله في المحاضره بتاعت بكره ربنا يدينا العمر لبكره اسمها الفاليو سيت. شفتها برضه حاجه مفيده جدا. طيب انا كده قدرت اتعامل مع فليكس فيلد اقدر الغيه واقدر اشغله. طب ليه يا شباب ما بيظهرليش هنا على طول؟ يعني هو مفتح كده ما يجيبليش معلومات. لا هو عنده حساب ان انت ممكن تشغل اي كود من تحت الفليكس فيلد ده. والفليكس فيلد ده شايل حاجات كتيره انت بتشغل وتنهي اللي انت عايزه زي كده اهو. ادي هو حاجات كتير انت عايز تشغل حاجه عايز تعرف حاجه جديده كل ده ممكن تمام. وكل واحده من دول يعني رحنا مثلا على بتاعت امبيدي هنلاقي جواها سيجمنت كتير. ايه ده يا سيدي؟ ما هي دي الحاجات اللي بتظهر لك هي دي الفلس اللي بتظهر لك كانتري اوف اوريجن دي مربوطه بحاجه اسمها يا شباب فاليو سيت. اسمها الفاليو سيت دي ايه؟ اسمها ايه؟ خلاص اروح ادور عليها على جواها داتا. فالموضوع متشعب متصل يعني انت تعرف توصل من ده لده. طب ايه اتريبيوت 1 دي؟ اتريبيوت 2 اتريبيوت 10 ايه دي؟ قال لي ده يا سيدي اسم الكولم. يعني ايه كولم؟ يعني عمود. العمود ده فين؟
كولم داتابيز ده، يعني ده يسمع في الداتابيز اكيد، يعني امال هيتخزن فين عشان تيجي تلاقي المعلومات دي بعد 10 سنين موجوده؟ يعني لو جيت عرفت اي معلومه زي بلد الولاده مثلا او بلد الميلاد بتاعت الامبلوي دوت، خلاص عرفتها وسيفتها، جيت بعد سنه عايز ادور ما ينفعش الاقيش المعلومات دي، لازم الاقيها. طب وكان عمالك في التيبلز بتاعت كنا كده فتحنا تيبل مثلا زي دي، معلش الشاشه دي ممتاز. تعرف انت عايز تجيب الداتا من انهي عمود في الداتا بيز؟ وانا عندي التيبل بتاع الداتا بيز فيه 30 اتريبيوت، 30 يعني ممكن يبقى اكتر من كده مش فاكر كام اتريبيوت يا شباب، خاصه بمين؟ عندنا في هنلاقي في عمودين دلوقتي، انا بطلع من التيبل انا عايز اعرف التيبل الشاشه دي اصلا مربوطه عليه اسمه ايه؟ الشاشه دي ده الشاشه اللي هي بتاعت مين؟ الشاشة دي مربوطة على انهي تيبل؟ يعني تعالى هيلب كده خلينا في ريكورد هيستوري، طبعا قال لي موجودة على فيو اسمه بير بيبل في. طيب تعالى نفتح الفيو دوت يعني سهل جدا، احنا معانا دقايق كده هنتكلم على طريقة الشات، أهم حاجة عندنا الداتا بيز خالص في الجنوب هم مربوطين بالإيه؟ طيب الفيو ده هو إيه كونسيبت أكتر حاجة هتضيف على إيه في 4 في التود اللي كنت حياتي؟ إيه محلي في الفيو؟ إيه أهم حاجة عندي في الفيو؟ مبني على أنهي؟ ما هو الفيو مبني على إيه؟ هتقبل صح؟ طيب هو مبني على تحرق أنت المفاجآت معاك تمام؟ السكريبت الزوري بتاعه عايزين نشوف السكريبت اذا ما فيهوش داتا ايه الكلام ده؟ انا هقعد بعدين السكريبت بتاعه محمد هيبقى السكريبت يعني هنشوف هو معمول على انهي جدول. اكثر الحاجات اللي تعقدت في حياتك الكود واضح ممكن اي نعم بس يعني بيهم التهميشات كده جميل وواضح كل اللي انت عامله بس هنعمل ايه؟ جميل. هو بيقول لي يا سيدي انا فيو اسمي كذا، هو ده اللي مبني عليه الشاشه شويه، يعني لما رحت فتحت يا شباب الشاشه دي من الفورم بيلدر جبت السورس كود بتاعها الاس ام دي ورحت دورت عليه هلاقي فيه ان انا مبني على فيو، هتلاقيه مبني على فيو. طيب يا سيدي الفيو دوت ايه ده؟ اتريبيوت واحد؟ ايه ده؟ ده بيتكلم بجد؟ ايه ده هي دي الاتريبيوت؟ 30 اتريبيوت بجد؟ ايه ده؟ يعني موضوع كبير ماشي؟ طيب وراهم حاجات كتير. ماشي احنا خلاص فاضل لنا دقايق. طيب انا عندي في تيبلز كتير، اهم تيبل عندي اللي بيشيل بجد البيانات، يعني من غير ما نقعد نشرح ناخد وقت ندور على مين. طيب انا معايا اكتب تيبل وترى فعلا في اتريبيوت وال 30 اتريبيوت دول، يعني انا مسموح لي ايه كتير قوي 30 ميكس فيلد او السيجمنت بتاعي
قال لي اه بص يا سيدي، دي عندك كام قطر دي؟ لحد 30. خلاص معايا 30 قطر يا جماعه، اكتب فيهم اللي عايزه. طب لو جيت حبيت اكتب على اتريبيوت، ما ينفعش خالص. لو جينا كده على الداتا، شوف اي موظف عندك الاتريبيوت بتاعته داتا. احنا كنا مثلا على اتريبيوت كامل، كان في كانتري ده مش فاكر، كان ما بيبقاش اسم الكانتري دي، بيبقى صور مثلا ان ار دي ممكن تبقى نيروبي مثلا، ما تبقاش ايه اسم الكانتري دي الكامل بينزل. في حاجه اسمها لقب كده، ممكن ايه ربنا يسهل ونعدي عليها وتربط لنا الدنيا دي بقى. طيب تمام، عشان ما نتوهش احنا طبعا الوقت ما بيساعدناش عشان اللي حصل دوت. تاني مع بعض، احنا النهارده اشتغلنا ان نعمل تريس لليوزر، نشوف الريسبونسابيلتي بتاعته اسمها ايه، ندور على منيو عنده، نمشي مع المنيو دي لو تحتيها صب منيو، ولحد ما نوصل للفانكشن اللي انا عايزها اروح اسيرش على الفانكشن دي عندي في شاشه الفانكشن. من جوه شاشه الفانكشن اشوف اسم الفورم البيلدر او الفورم فايل المربوطه عليه، ومحطوطه فين على الابلكيشن زي ما نطلعها برضو من الهيلب. خلاص واقدر اكريت، طبعا الموضوع احنا نكريت مني جديدة سهل جدا ما فيهوش اي مشاكل. المهم ان انا احط عليها انهي فانكشن، وهنشوف ازاي تاني هنكريت الفانكشن والفورم، هنشوفها تاني في الكورس بتاع الايه بتاع الفورم ده. هنعيدها تاني بطريقه طبعا ببساطه. اتكلمنا عن الفليكس فيلد واداء سكريبتيف، ده اتكلمنا عنه شويه النهارده، وكي دي مش هنتكلم عنه كتير قوي يعني، ممكن نعرف كده واحد ونتعامل معاه ونشوفه، ممكن نأجله كده، احنا ما عندناش شغل مع كل سيستم، ممكن نشتغل حاجة اس اي تي كده لو قدرنا نزودها، احنا اسمها اس اي تي ونعمل لها كده ايه جلوبال باث يعني، ممكن نزود السيستم بطريقة كده معايا احنا نتكلم برضه عن الكي بكرة ان شاء الله والديسكريبتيف تاني، هنكمل عليهم شغل ازاي نعرف واحد وازاي نضيف واحد موجود. الريكوست برضه بإذن الله بكرة، والفاليو سيت والبروفايل اوبشن. طبعا احنا يا جماعه بنعرف حاجات اساسيه، وكورس الاسينشال يعني كورس بعض، بس اللي مش هينفعه هيعاني شويه وهو شغال. يعني حاول يا جماعه لو ما بيكفيش او انا ما بقدرش اغطي كل حاجه، هتلاقي في شروحات كتير الاسينشال عاملها ناس كتيره، يا ريت تدور على حد ما يكونش فانكشن قوي يعني، يكون حد شويه تكنيكال بيعرف يكتب كود عشان يقدر يوصل لكم الصوره. اشكركم، فاضل دقيقه والمحاضره تنتهي. بكره ان شاء الله نبدا كده باجابه الاسئله في ميعادنا، واسف على اي تقصير مني، بس غصب عني كان برنامج الشير عامل مشاكل. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رقم تليفون ده رقمي هنا في الفيديو. طيب السلام عليكم، حضرتك هتقفل بقى.